وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، يعني كيف تقرأ حصاد الزيارة الرئاسية لألمانيا، أبرز الرسائل ودلالاتها؟ لا شك أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة، خاصة التطورات العديدة التي تشهدها المنطقة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها، وأيضا فيما يتعلق بجائحة كورونا من قبل، ثم حاليا تداعيات أو موضوع مؤتمر المناخ الذي سنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. لكن آفاق التعاون ما بين ألمانيا ومصر هي ممكن أن تكون نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالعلاقات ما بين دولتين تقوم على أساس الشراكة في كافة المجالات. العلاقات ما بين مصر وألمانيا علاقات يعني عميقة تتسم بالتنوع، بتشمل جميع المجالات، سواء كان المجال العسكري والأمني، سواء كان المجال الاقتصادي، سواء كان المجال الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي والتعليم. نحن نعلم على سبيل المثال أن هناك أيضا قضايا سياسية ذات أهمية بالغة في المنطقة تستوجب التعاون والتفاهم والعمل على التواصل والسويات بشأنها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو القضية السورية أو اللبنانية أو غيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أيضا فيما يتعلق بشرق المتوسط، وكون مصر مركز الإقليمي في هذا المجال فيما يتعلق بالطاقة والغاز، وأعتقد أن هذه الأمور كلها يعني ذات صلة وأهمية بالغة فيما يتعلق بتعميق العلاقات بينهم. نحن نعلم مثلا على سبيل المثال أن حجم العلاقات التجارية بين البلدين تبلغ حوالي 6 مليار يورو. مصر أيضا بتستحوذ على حوالي 40% من ميزانية التعاون العلمي والثقافي مع ألمانيا. أيضا هناك اهتمام كبير جدا بدور ألمانيا فيما يتعلق بالبنية التحتية المرتبطة بالقطار السريع اللي تكلفته حوالي 8 مليار يورو. أيضا فيما يتعلق ببند توليد الكهرباء ومشروعات ربط الكهرباء التي تقوم بها مصر مع دول في الجوار. ألمانيا بنعتمد في ألمانيا على هذا المورد الأساسي المرتبط بالبنية التحتية. هناك اسهامات كثيرة أيضا فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة والاستثمارات الألمانية في هذا المجال. وأعتقد أن لقاءات السيد الرئيس سواء كانت مع المستشار الألماني ثم أيضا مع وزير الدفاع وأيضا مع رؤساء مجالس إدارات شركات، كل هذه اللقاءات الحية التي تمثل لقاءات مكثفة وجهد كبير من أجل تعزيز وتنمية الشراكة القوية القائمة ما بين البلدين في جميع المجالات كما أشرت من قبل. إذن هناك أوجه للتعاون عديدة سياسية واقتصادية وثقافية تجمع القاهرة ببرلين. سؤال آخر سعادة السفير، كيف يمكن البناء على هذه الزيارة مستقبلا لتعزيز وتوطيد العلاقات أكثر ما بين مصر وألمانيا؟ أنا أعتقد أن ألمانيا سيكون لها دور كبير جدا، ليس فقط في عملية التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات التي يمكن تشمل مجالات عديدة، وأيضا فيما يتعلق بتطوير العلاقات في المجال الأمني والمجال الدفاعي، وأيضا فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي وتحدثت وأشرت إلى المجانب العلمي والثقافي. لكن يمكن مؤتمر المناخ القادم سيكون لألمانيا دور مهم جدا فيما يتعلق برؤية مصر فيما بالنسبة لتنفيذ التعهدات الخاصة بمؤتمر المناخ استنادا لاتفاقية باريس، وأيضا ما تم في اتفاقيات في مؤتمرات سابقة وآخرها مؤتمر جلاسكو. وأعتقد أن تنفيذ هذه التعهدات هو المؤتمر شرم الشيخ سيشهد نقل نوعية فيما يتعلق بتنفيذ هذه التعهدات، سواء فيما يتعلق بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية وخاصة القارة الأفريقية الأكثر تضررا والأقل سببا في تداعيات المناخ. سيكون أيضا هناك دور مهم جدا فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا فيما يتعلق بالهيدروجين
واستخداماته الهيدروجين الأخضر، وأيضا وتحويل مصر إلى مركز لإنتاجه وتصديره إلى ألمانيا وأوروبا. وهذا أمر أعتقد سيكون في غاية الأهمية وسيعزز من الشراكة ما بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.